انت سيدي الحدائق مثل كما قلت لك، سالينا من الطبيعه تندخلوا الحدائق في كل بلاصه، اذا برا في المدينه يعني ماشي برا ولا شي. نعم مولعين مولعين بالطبيعه. كيعجبوك في الطرقات في القناطر وفي الحدائق، الاختصاصيات ديالهم ديال هنا في اسبانيا يعني البنية التحتية عاطينا أهمية كبيرة مخصصة الميزانية ديال الخاصة، يعني يحسبوهاش خسارة ولا خضرة فوق قطعة شحال ما عليو، نخسروها على الحدائق غيجيو علينا يخسروها، انت مالك صيبها بعدا وشجع الناس و يعني وعيهم شوية وري لهم داكشي داكشي اللي كديروا راه مصالح ليهم هما، يعني ديما يخرجوا شي نور الشطاء اللي هما يحاولوا يعطيو يعني دروس وارشادات للناس باش يفهموا بان هادشي اللي كيتعمل راه من اجلهم هما اولا المصالح ديالهم، باش يلقاو اماكن فين يسترحوا يقضيو شي اوقات مزيانه خارج على المنزل. البشر تيفهم خصك تتكلم معاه خصك تجلس معاه وتوري له الامور كما هي وبلا شك انه غادي يتعامل معك، هذا شيء طبيعي. الناس اللي هابلاندو سنتين دي لا خنتي الناس كتفاهم بالكلام، الا تكلمتي وسمعتي وجاوبتي راه كتفاهم في الاخر كتفاهم الكلام، ماشي تعاملني بالعنف وديك الطريقة يعني غير يعني متوحشة اللي ماشي إنسانية. واخا تكون كتنصحني ما غنسمعلكش، واخا يكون داك الكلام ديالك صح وحقيقي أنا ما غاديش نفهمو، علاش؟ لأنك كتقدمو بواحد الطريقة خشينة، خاصك تعبر على داكشي اللي في قلبك ولا بغيتي توصل واحد الرسالة خاصك تواضع وخاصك تدخل الإنسان غير بالتي هي أحسن باش يستوعبك وباش يفهمك وباش يقرب لك ويثيق بك، وربما تغدا غدا تلقاه كيطبق داكشي اللي كتقول له. هذه هي الفكرة، أما باش تفرض عليه الوجود ديالك وتبزز عليه وتهزو يعني وتضحك عليه باش انت تسلي نفسك وباش ترضي نفسك وهذه داكشي ما نافعش، كيهم هو الناس يكون متواضع. راه كاين الناس ما كيتفاهموش باللغه كاع، ما غير بداك الحركات والاشارات يعني الاكسيماهم على وجوههم غير بديك اللمحات ديال الوجه ديالو كتبشر كتعطيك واحد الرساله قبل ما يحل فمه، توريك ان هذا الانسان راه باغي لك الخير او جاي من اجل مصلحتك. في مسألة وقت تعطيه وقت وديك الساعه انت تحكم في راسك كيف بغيتي. بغينا شوية نرتاحو شي شوية، هادو هنا راه تمشيت بزاف، عرفتي راه كتر من شي ساعتين ونص ولا ثلاثة السوايع تقريبا، يعني دابا الجسد ولا تيطلب ليا الحق ديالو تا هو، الراحة شوية استراحة، ولكن دي يعني الإنسان من حقه يسترح، ولكن دابا ماشي ينسى راسو يعني من بعد الراحة أو استراحة عاود عقدو طلق عاوتاني رجليك حتى توصل للمحل ديالك ديك الساعة ارتاح مع راسك كيما بغيتي. المهم الحمد لله هادو هما وكيتها زويونة ما بيهاش، استمعت أنا بالطبيعة الجميلة اللي خلق الله. دابا حنا غير في الحديقة العمومية يعني في الت...
الدخله ديال مدينه سردانيولا، ومازال ملي ندخلوا للمدينه مازال كاين الحدائق اخرى، يعني كما قلت بان الحدائق موجوده في كل بلاصه. هذو الناس يعني مولعين بالطبيعه، يعني عندهم واحد الذوق كبير في الطبيعه، تيهتموا بها بزاف، تعطيوها اولويه ويعطيوها اهتمام كبير. ضروري تكون شي حديقه وشي منزه قدامهم حدا ديورهم، كيفصلهم على من الحومه للحومه، كتلقاها دائما حديقه موجوده بجميع الشروطات ديالها واللوازم ديالها. جميل، يحاول الانسان غير يقلب، ما يمشي يبقى غير جالس في الدار الدار الدار، يجي واحد الوقت اللي غيعيا الانسان الدار ديال الدار. الدار معموله غير باش تحميك من البرد والشتاء، وباش تنعس ملي تكون عيان، وتاكل وتشرب، والباقيه خرج برا الطبيعه تمتع بخيرات الله سبحانه وتعالى. يعني معلومه هادي كاين شي ناس غيقولك وحنا ما هادشي ما عندناش، وما بالك القواش وهادي، وهنا فاش خصك تهضر على هادشي يعني، ويشوفوا حتى حتى الحكومه الى شافت بان هناك اهتمام وان الناس متشوقين لهاد يعني وجود طبيعه وحدائق، راه يمكن راه غيصيبوها يعني. ولكن المشكل هو انه ما كيصيبوا شي حاجه، كيجي واحد اخر كيهدم داكشي ويهرس ويخسر ويكرفس على بحال ما دار والو، الميزانيه كتضيع في الاخوه الخاوي، وتيقولوا ما نحن على شي كل، وقال لك ما انا على هذا القران مشطولو كاع الشهر ديالو، حنا كنبغيو نديرو شي عشيه ديالها، وما تيهدموا ويخسروا، اللهم خليهم هما مال فين بلاش يبقاو بلاش. هنا لا، الحاجه اللي كتصيب يعني كتبقى، الا ربما تهرس بحال دابا هذا الكرسي، الا تهرس هذا راه ما تدوش عليه نهار، هذا يجيو يجيو يصلحوه، اصلاح ضروري، اصلاح عندهم يوميا، يعني كيدوروا عندهم ناس خاصين غير كيفتشوا غير البلاصه اللي فيها اللي مهرسه مخسره، والضو اللي كان مخاسر، ولا كانت يعني شي سقايه ما كتب خاسره ما كتب ما كايناش فيها الماء، المقاعد ديال الجردات، يعني تيفليو كل البلاصه، ماشي غير ملي كيصيبوها كيودوها ما تبقاش عاود يجيو يشوفوا فيها، ما كيراقبوها ما كيدوها فيها، لا اي حاجه كيصيبوها الا تعطيوها الوقت ديالها، يوميا كيمشيو يشوفوها شنو وقع. وعاد الناس اللي مختصين في الزرادي مثلا كيهتموا بها، تيقطعوا الربيع اللي ما كيسقيو، يعني كاين بزاف ديال الامور، بلانيت كيوفروا شويه الخدمه، يعني العمل للشبان اللي دابا طالعين، انا ماشي كلشي غيولي قاضي، كلشي غيولي محامي، وشكون اللي غادي شكون اللي غيسقي لنا الجرده؟ يعني راه خصنا نفرقوا العمل، لي يعني هنا حد ونصيب ديال كل واحد، اللي قرا يستحق شي حاجه يعطيوها له صافي، واللي ما دار والو ولا فشل ولا مسكين ما ساعدوش الحظ يعني اكتفي بهذا الشيء، يمشي يطلب العمل في الجردة، يعني راه بزاف ديال الأماكن اللي يقدر يعيش بها. هذه هي الحومة الأولى اللي كنت ساكن فيها في هذه المدينة، هذه اللي جيت لإسبانيا 1978 78 79 جيت أول ما سكنت في الدار في هاد العمارة هادي، ها البالكون مازال باقي، خاوي شحال هادي وردات سنين يعني، ديال الحومة ديال اللولة باقا هي يعني هادي الصمت، تسمع غير طيور تزقزق صافي. هذه هو الحومة اللي كنت انا ساكن فيها، اللي جيت فيها مات الأولى ديالي هنا، استقرت بحيث لقيت الخدمة هنايا قريبة ليا في واحد السوبر مارشي تيتسمى سي مارشي، يعني سي بلوس سي،
واحد المسافه من هنا نمشي كنركب على في الطوبيس. او ملي كنعيا من الدوره من بعد ما كنخرج من الخدمه كنمشي دوره هي الاولى كندخل لهاد الغابه يعني قريبه ديال الطبيعه قريبه ديال شي باش انا تشجعت لحد الساعه كتعجبني الطبيعه يعني حتى المكان اللي كنت اللي كان انا عايش فيه وهذا اللي كنوريكم كله دايره به الطبيعه. لذلك انا يعني خلات فيني هاد النشوه ديال الطبيعه من قديم. هذه الزنقة، زنقة إنغراسيا هادية، فيها حس ديال الصداع ولا المشاكل، هاي الزنقة ديال سانتا إنغراسيا، سردانيولا. إذن هذه مجرد ذكريات اللي عشناها فيها في الوقت اللي جينا باقين يلا باقين عاد قلنا بسم الله هنا في اسبانيا ما كانت لا لغة ما كانت لا باقين جديدين باقين على الله ومع ذلك الحمد لله ما صنت شي صعوبة يعني أنا كنا محترمين هاد الناس كاع الحومه كلها كانت يعني تتشهد بانني ما كنت انسان داخل في السوق راسي تنفكر غير كيفاش نجمع نفسي ونكون اسره ديالي انا راه داك الوقت راه كنت عندي شي 22 ولا 23 سنه يعني وصلت تبارك الله السن ديال الزواج رغم انا تنوجد صعوبه مع باش نتعرف مع شي بنت خصوصا كان الحلم ديالي هو انني نتزوج شي بنت من هنا يعني اسبانيولية ولكن الاقدار شاءت انها هي اللي كتحكم وهي اللي يعني كما قلت في شي فيديوهات انا كتخلي دائما ارادة الله هي اللي تصرف حتى غيطلب نتمنى وسعى ولكن لي دائما خلي حكمه الله هي اللي تتصرف في الحياه هي اللي تعطي الكلمه الاخيره ديالها لان لو وقعت شي حاجه فضل اراده الله ما غادي يكونش عليك اللوم بل تكون انت محظوظ ان الله سبحانه وتعالى التفت ليك يحس بيك وتعرف المشاكل ديالك فخليه هو اللي يرشدك وهو اللي يوريك ومن ذاك الوقت وانا كنتسنى حتى مع الايام تعرفت مع شريكة الحياة ديالي ماشي من الصنف اللي كنت كنتفكر فيه بل هي اصلها فلبيني واش قلت انا فيلبيني الله يعمرها دار ناس طيبين بخصوص النساء ديالهم النساء يعني مخلصين اوفياء تنفعوك في الحجة يعني ما يسمحوش فيك الا في الوقت اللي كطيح في الازمة ولا شي حاجة هذه يعني شهادة لله شوفوا هنا شوية ديال الطبيعة كما قلت انا شهادة لله يعني عندي تجربة مع واحد زوجة اللي انا اللي مازال هي معايا دوزات سنين وحنا يعني متمسكين وكنحاولوا نخرجوا كل الازمات وكل المشاكل يعني بفضل الكفاح ديالنا والمساهمة ديالنا في الصبر والاخلاص والوفاء الى لحد الساعة غادي الأمور كما يشاء الله سبحانه وتعالى
ايوا الان رحنا يعني دوزنا واحد الوقت يعني طويل الحمد لله استمتعنا بهالطبيعه وحسينا بالراحه الطيبه. هذه فكره كنعطيوها لكم باش حتى نتوما تشجعوا شويه نفوسكم من اجل باش توجهوا للطبيعه. لا عندكم كتب تديهم معاك، الانترنت ديالك يعني فيديو ديالك فيديوهات تفرج فيهم، تحاول تلتقط صور تعمل فيديوهات باش تبقى لك ذكرى وباش انت بدورك تفيد بها الناس اخرين، لان الرساله ما خصهاش تبقى غير عندك انت، بل خصها تدور على الناس كثيرين باش يستافدوا الناس ويفهموا ويحسوا بان راه الطبيعه ديال كل واحد قريبه لهم، فقط خصهم هما شنو يزعموا باش يمشيو يتمتعوا بالخيرات الله اللي موجوده في الدنيا. لان هنا كنشوفوا اننا تقريبا وصلنا لنهايه المناظر الطبيعيه وغادي ندخل المدينه وغتولي اجواء اخرى. اول ما كتلاحظ في المدينه هي كثرة السيارات، وهذا كيعني بان تيولي هناك التلوث ديال الجو، ان السيارات كيخلقوا تلوث بسبب الدخان ديالهم المحركات ديالهم ديال السيارات، وهذا هو اللي يجعلنا اننا نهربوا من المدينة مرة ندخلوها غير في الوقت اللي نحتاجو شي مسائل ضرورية باش نشريو الطعام وباش يعني الأمور المسائل الضرورية، وثم باش نسترحو رأيت ما نتهيئو الغد من أجل باش نقومو برحلة أخرى إن شاء الله، وهكذا الحياة تستمر. ان شاء الله لنا نخليكم مع هذا المناظر. انا ما سخيتش بالمناظر الطبيعيه واخا تدخل المدينه، ومع ذلك واخا في وسط المدينه كتوجد طبيعه اخرى من نوع اخر، هي يعني طبيعه في الحدائق مثلا النزاه المنازه، تلقى يعني هنا ضروري تلقى شي الحدائق في كل حومة، كل حومة يعني ماشي كتلقى 4 5 10 ديال الحومات على حديقة وحدة، بل كتلقى كل حومة وربما كل زنقة بزنقة كتلقى واحد الفضاء خاص بالأطفال خاص بالناس العزازة، كيجلسوا دايرين لهم الكراسة فين يسترحوا. والهدف من هذا الشيء هو الانسان اللي خرج من داره من المحل ديالو تلقاه يعني متهيئ له الظروف والمناخ فين يجلس وفين يرتاح وفين يتمتع، وهذا هو الهدف من هذا الشيء كله. غندخلو لواحد يعني غنشقو الواد، واخا الواد يعني جاف تيعمر غير ما تكون الأمطار والشتا، ما في هاد الوقت مثلا ما كتكون الحرارة وهادي تولي جاف. هذا معمول غير في الوقت ديال الفيضانات و الوقت اللي كتكون الشتا، هذا كله كيعمر هذا الشي كله تيولي مياه ما تقدرش تدوز من هنا. إذا حنا مازال في الرحلة ديالنا غادي نكتشفوا
شنو تعطينا الطبيعة من خلال هذه الجولة اللي كنقوم بها. طبعا الهدف هو أنا سنشقوا الهواء نقي وانا نستمتعوا بهذه المناظر الخلابة الطبيعية اللي قلما كتوجدها، لان المدن مشغولين بالاشياء اخرى، الحضارة والتقدم وبالبني والعمارات والشوارع. اما هنا لا، هنا كل شيء ديال الله، كل شيء خلق الله مباشرة، الطبيعة كما أنزلها الله، وهذا هو المهم في الحياة، أنه يعطيه شوية من الوقت ديالو يتفسح ويخرج ويتنزه في الطبيعة ويحاول يبدل عليه شوية الروتينات ديال المدينة وديال الدار وديال الحومة والجيران والصناقية، لأن هنا كتوجد راحة كثيرة، كتسرح عينيك في الطبيعة، كتشوف مع هاد اللون الأخضر جميل، يزيد البهاء والجمالية في الطبيعة. إذا الجولة ديالنا مستمرة، واللي كيهمنا هو أنكم تتمتعوا معنا بهذه الطبيعة هذه. لا شك بأن كل واحد عنده الطبيعة ديالو قريبة لحداه، غير هو خصو يتفقدها مرة، يعني يعطيك الله واحد الفضاء قريب ليك، يعني معمر غير بالطبيعة، هذه خصك تكتشفه، خصك تستغله، يعني تخرج له تقضي فيه اوقات، راه مزيان بزاف للصحة والجسد، يعني هادشي اللي كيطلب الجسد، ماشي غير الماكلة، كل وشرب حتى تتنفخ، في الأخير كتعرض للأمراض. قال لا، أنا مثلا تخرج كاع ديك الماكلة اللي كتاكل كتهضم مزيان هنا، يعني كتستافد منها. الجسد محتاج لأشياء كثيرة، الأكل، الشراب، المياه، الطبيعة حتى هي كتلعب دور كبير في الحياة، الإنسان يستفد من خلال المشاهدة ديالو لهاد المناظر، أو تعطيه يعني طعام روحي للنفس ديالو اللي هي مشتاقة لهاد الطعام اللي هو مهم بزاف في حياة الإنسان. فما تحرمش الجسد ديالك من هذه المتعة اللي عطاك الله مجانا، هذا هو المهم، هذه الفكرة اللي خاص توضع في الراس ديالك. هناك ما غادي تعطي حتى حاجة من المقابل، غير فقط تضحي شوية من الوقت ديالك، يعني لازم ضروري يكون عندك شي وقت الفراغ، حاول تستغله في هذه الأماكن، ولا كانت عندك الأسرة ديالك ولادك ودي ما تحرمهمش كذلك من هذه المتعة، خرجهم حتى هما يستافدوا من الطبيعة. من الطفل من الصغر الى ولف هذه الأجواء الطبيعية راه غادي يخرج مزيان صحيح سالم من كل الأمراض. شوفوا على سبيل المثال الأطفال ديال البوادي كتلقاهم صحاح تبارك الله على الأطفال اللي في المدينة، يعني هناك دليل قاطع بأن هناك أطفال اللي في البادية أنا كتلقى الجسم ديالهم سالم من كل وخالي من كل الأمراض، لأن يعني كيعيشوا في واحد الجو نقي طبيعي، والمياهات العذبة هذه كلها كتلعب دور كبير في صحة الإنسان. لذلك ما تخصكش تحرم النفس ديالك من هذا الطبيعة هذه.
هانتوما كتشوفو كنظن بأن راه تساليتو معانا شوية في الطبيعة، وإن كان أن الطبيعة خصك تشوفها، تكون حاضر بنفسك باش تستمتع باش تحس، لأن الله تيبغيك لذلك أنه عطاك هاد الخيرات باش تمتع بها وباش تحافظ عليها. هذا هو المهم، أننا دائما نهتمو بالطبيعة لأنها سخرها لنا الله سبحانه وتعالى وعملها في ديننا. إحنا باش نتصرفو، لكن نطلب الله تعالى يعطينا الحكمة ويعطينا يعني التصرف السليم باش ما نأذيوش الطبيعة اللي هي جميلة. لذلك خصنا نهتموا بها كما كنهتموا بالأجساد ديالنا، لأن هي بدورها كتهتم بينا حنا، تعطينا النسيم، تعطينا الهواء النقي، تعطينا الظل، الأكسجين، يعني فوائد كثيرة. لذلك خصنا نحافظوا عليها.